مع وصول كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي، غلفت العديد من الأرقام والحقائق دوري المجموعات و16، ومن ضمن هذه الحقائق التي تحققت تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم 4 منتخبات لم يسبق لهما التتويج باللقب، وهم مالي، كاب فيردي، غينيا، أنغولا، فيما غاب عن ربع النهائي أبطال آخر 3 نسخ ماضية وهم السنغال والكاميرون والجزائر. كما أن بطولة أمم إفريقيا ستشهد واقعة تاريخية أخرى متماثلة في عدم ظهور المنتخبات العربية في دور 8 لأول مرة منذ نسخة 2013 والثالثة بعد نسخة 92. وكانت المنتخبات العربية الخمسة المشاركة قد جمعت 15 نقطة في دور المجموعة من إجمالي 42 نقطة كان من المفترض أن تجمعها هذه الفرق، مع الوضع في الاعتبار تواجد الجزائر وموريتانيا في مجموعة واحدة. أما منتخب المغرب الذي لم يتوج بطلاً لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل في صدارة مجموعته بعد فوزين أمام تنزانيا وزامبيا وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية.